أعظم من غنى وتغنى للمرأة في العالم العربي، أمير الغناء في الوطن العربي هاني شاكر اللي معانا النهارده، والحفل الخيري الكبير لمنظمة المرأة العربية. سعيدة بوجودك، وزي ما أنت داعم المرأة في أغانيك أنت داعمهم كمان في حفلاتهم النهارده. ربنا يخليك يا بوسي، أنت اللي منوراني والكاست الجميل اللي معاكي منورني، وأنا سعيد النهارده طبعا بحفلة النهارده ودعم المرأة اللي أنا بعتبرها يعني مش بس نص المجتمع، هي حقيقي يعني روح المجتمع كله، مش بس نصه، لأنه إذا المرأة بدورها الجميل وإخلاصها الجميل وعطائها الجميل، ثقة تماما بتأثر على الراجل كمان وعلى عطائه هو كمان. فالمرأة دي هي البنت والأم والأخت، أحلى حاجة في الدنيا. عايزة إيه يعني أنت أكتر واحد غنيت للمرأة واهتميت بالمرأة في أغانيك وطلعتها بصورة حلوة، مشتريكي ما تبعيش، وأنت لسه طبعاً بتسألي طبعاً أنت بالنسبة لي إيه. يعني دايما المرأة في أغانيك هي الرقي والقيمة طبعاً والجمال والحب. والله لان هو ده اللي جوايا، والله يا بوسي بجد. يعني انا ما اتصورش مثلا ان انا ممكن اغني غنوه للمراه اهينها فيها او اطلع مثلا في كليب اضربها ولا زقها ولا لا، يعني ما ينفعش بصراحه، ما ينفعش. يعني المراه دي لازم الواحد يدلعها، لازم يغني لها احلى حاجه في الدنيا، لان هو عطاء، وانت زي ما بتديها حب هي كمان اكيد حتى